اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما شمائله حدث ولا حرج عنها فلا تحتصي عدا لمحتسبي، فكان أحسن خلق الله قاطبة خلقا وسمتا وأخلاقا كريم أبيه، مبيض لون بياضا مشربا حمره أقنى لأنف وقد ضاء كالذهب. من حسن طلعته الشمس اكتست حللا ونور غرته يسري إلى الشهب. ذو قامة ربعة ذو منطق حسن فاقت بلاغته ذا الشعر والخطب. يمشي الهوينا له سمت يزين به إذا مشى خلته ينحط من صببي. ما قط ما شى طويل الجسم إلا رأيت المصطفى قاله هذا من العجب. إن اشتهى الأكل ياكل منه مقتصدا أو لم يشا رده حالا ولم يعب. يقوم في خدمة الأهلين مغتبطا يمشي إلى السوق لا يألو عن السبب. الثوب يرجع والشاة يحلبها والبيت يكنسه من غير ما عجب. له التواضع خلق والسماحة والوفاء والجود والتفريج للكرب. ذو هيبة ووقار كامل وحياة ذو سقاء فمن يقصد لم يخب. إن جاء ذو حاجة يرجو نداه قضى وإن دعاه فقير الحال يستجب. وإن مشى في طريق قال من سلكوا به هنا قد مضى المختار خير نبي. لأن طيب رسول الله كالمسك بل أزكى من المسك يبقى ولم يغب. سن التشاور في كل الأمور ولم يستغن عنه وإن تستفده يجبي. يمازح الصحب وقت المزح معتدلا في المزح من غير ما إيذى ولا كذب. بالحق يصدع لا يخشى ملامة ذي لؤم يؤدي حقوق الجار ذي الجنب. ذو رأفة باليتامى والأيامى وذو رفق بكل مسن بل وكل صبي. بالمؤمنين رحيم مشفق حذر عليه مؤمن وبي للخزي والغضب. أتى بدين يماشي كل عصر وقرآن مبين وذكر محكم عربي. يكفيه فخرا بأن الله نص على تعظيم أخلاقه في الصحف والكتب. وقصه منه فضلا بالشفاعة يوم العرض بين جميع العجم والعرب. وكم صفات وآثار له ظهرت كالشمس ليس عليها قط من حجب. سبحانه جل من أنشاه من بشر ثم اصطفاه فأضحى خير منتخب. يا رب صل وسلم دائما العربي. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وعند ختام النظم يحسن أن ندعو الإله فمن يدعوه لم يخب. سبحانه جل عن شبه وعن مثل باري جميع البرايا منشئ السحب. ندعوه بالمصطفى الهادي وسيلتنا العظمى ونسألها الغفران للحوب. وأن يتوب علينا من مظالمنا متى بصدق ويحمينا من العطب.